له بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومن الله جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وكفارا هذا النزول صعود فقضوا والصدور منهم تلظى بغرام وما أبيح الورود سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا وللحفاظ برود تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنجي ماذا يكل الصعيد فوقه لو درى هياكل قدس هو للحشر فيهم محسود تربة تاكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود وعلى العيش من بنات علي نوحون كل رضيها تعديد سلبتها ايدي الجفاة حلاها فخلا معصم وعصل جيده وعليها السياط لما تلوث اخلفتها ساور وعقود وعليها كم غرد الركب حدوا للتراقوك ايها الغريد اتجد الشرى وهن نساء ليس يدرين ما السرى ما البيد عجبا لم تلد قلوب العادي لحنين يلين منه الحديد وقساه حيث لم يعظوا بنانا لعليل عظت عليه قيادة وابن الحسين كساه البين ثوب أشب والسقم أبراه بري السيف للقلم يلوي برقبته ويدير عينه يدوم كبدة اللي يسمع ونينه ابو يحسد وانا ولدنا الكفر خلى يجينا وانا علي حجر ابونا يشوف العادي سلبونا وعلى روس وعلى ظهور المطايا ركبونا وللشام قوى سيرانا وكلما نظرت إليه العقيلة بأبي وأمي وهو على تلك الحالة لا تملك إلا البكاء وإذا نظر إليها بأبي وأمي ينظر إلى عمته ودموعه تتحاجر على خده ينظر لها ويجر ولنا وهي تنظر وتنسحب والحرام تخفي البكا والنح خاف من الضرب ناديت يا نور عيني ثوبت مني القلب هلت دموعي وخد يبدي الشكايا لعمته عم يا زينب سفر نطوق هل هز الطويل وانا من كثرة قيودي هذا دم ساقي يسيل نحى العظام يركوبي اعلى الهزل وانا عليه وهم جسك الساع يضربني ويجي
المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيرة العرب هاشم وخيرة العجم فارس، يعني اللب. خيرة العرب لب العرب هاشم، كما أن لب العجم. العجم شنو يعني؟ كل لسان خارج عن العربية يسمى عجم، فهم سادة، يعني معناه لب العجم، لب الملايين. بالنسبة إلى إيش؟ بالنسبة للدين، نسبة للدين. إما الأصل، فالأصل لا شك فيهم عرب، غير هذا لا شك في أنهم عرب، وإنما سميت فارس هذه الآن باسم قاطنها، نزلها فارس فسميت باسمه، وهكذا جرت العادة. وحتى في زماننا ما كون، حتى في زماننا تسمى بقاع باسم الرجل العظيم، كما سميت قسطنطينية، قسطنطينية باسم قسطنطين الملك هذا. ليش هاي فارس؟ ليش هم يطلق عليها فارس ويطلق على مجموعها إيران؟ إيران ملك من ملوكها يسمى إيراج، هذا ما عليه يعلم حسين مسعود. إيراج 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 إيراج، خففوها، فاحت الجيم وركبت مكانها نون، قالوا إيران. إيران ناحية من نواحي أرض متصلة ببلاد العرب، وهي قطعة منها، إلا أن هذا القسم انحاز إليها والقسم العربي الصواب انحاز، ولكنها بالنسبة إذا أردنا التحليل وجدناها أرض واحدة، ماي واحد، بشرة واحدة، طباع الطباع كلها واحدة، والأصل واحد. أولا نجي في الأحاديث النبوية والأحاديث المعصومية بالنسبة إلى فارس. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد كلام له طويل بالنسبة إلى كون الدين يخلق، يعني يعتق ويعود المنكر معروف والمعروف منكر، والقرآن تتناساه حملته، والدين يغور كما يغور الماء. يقول أمير المؤمنين: كأني برجال من فارس على باب الكوفة يعلمون الناس القرآن. كوفة، هاي الكوفة ونواحية، يعني هالغريب كوفة إلى النجف هاي كلها. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان العلم في الثريا لتناوله رجال من فارس. فارس وفارس ورسول الله وما بينه وبين أحد هناك ميول. الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء الآن نطرح عنا كل جلباب عصبية ونخلي أنانية، لأن العصبية إحنا الآن عندنا عند أبناء هالجلدة خاصة، أبناء هالجلدة عندهم عصبية، حتى العصبية عندنا موجودة الآن بين المالشية وكرزكان، بين كرزكان ومدرستان، عندنا هناك بوادي أعوذ بالله. شوف هذا عمك وخالك، لكن قال درازي، قال جمري، قال بارباري، إيه؟ هذا بينك وبينهم ذراعين، هم يأذنون وإحنا نأذن، ما تزد الأذن من درازي رب الجمرة. يتزوجه ويزوجه، كنت أخوه وأخوك، لكن لا أكون نوع من العصبية، درازي قال جمري. هاي قضيتنا الآن. بعد إذا قلنا مثل فارسي مثلا، قلنا عجمي، قلنا عربي، مثل ما نقول مالشي وكرزكان، لكن هذه كلها قشور. عند ما يجيك مثلا الكرزكاني أو الجمري ويقول لك أريد أصاهرك، صاهرة ولا صاهرة؟ تبين هاي كلها قشور. جاء الآن مثلا، جاء الآن إلى إيران،
خلي بالنسبة للدين إلى إيران الآن، بمجرد أن تطمع في مصاهرة الجليل منهم العظيم الذي عند القصور الشاهقة والأملاك والكذا، هذا ينصاع بالعجل ويزوج العربي قصره. لكن بينك من الله لو يجي إنجليزي الآن ويروح إلى قم ويعطيه مليون زوجي، ليش زوجي لك الفن؟ أما الأول شوي أنا ما أحكي الحكي هذا على أصله، عشان أتكلم وياك على أصل، على أصل تعلم قول الرسول صلى الله عليه وآله: خيرة العربي هاشم وخيرة العجم فارس. ليش قال هذا؟ أولا هاشم هو الذي قام بالأسس الخيرية التي جعلها أساس وأمال قلوب الناس، ميل قلوب الناس بالإحسان هاشم. واسمع عمر حمر العلا ليش دام نضيف ومو ضيفة عمي مو خرفان حاط سالب بالك عنده حوطة خرفان يعني؟ لا يمكن حوطة خرفان إذا جاه ضيف. لا عمي هذا يطعم الحاج كله الموسم كله يأكل على حسابه. عمر العلا زمان الكرم وهو عمي. ليش؟ هذه أسس هاشم وما أدراك ما هاشم، ولا زال هاشم ومن ولده هاشم يبذلون المال، ومن بذل المال، لأن قاعدة الكريم لازم أخلاق متواضعة، ولا زال هاشم وأبناء هاشم يحسنون إلى الناس ويمينونهم إلى أن فتحوا لهم باب الجنة، وباب الجنة لا يدخل إلا من باب هاشم. صح لولا؟ بعد يكفي من لا يصلي عليكم لا صلاة له. هاشم 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 إلى آخره. الآن لما يقول خيرة العرب هاشم، يعني لولا هاشم ومن ولد هاشم لبقيت العرب في عصبيتها، وإنما تلد وتربي للسيف وحوج يقتلون بعضهم بعض ومرضهم آنافهم. شنو العرب عم؟ إيه العرب شنو؟ العرب يعني شنو قاعدين؟ ملوك. العرب يمرون عند الملوك طراروة، إلى في قريش، إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف اللي يسمونهم الشاكرية، عدل البشت وراح للشيوخ وين يحضروا حل العصيبة ده يا عم العاجل. غير وينك يا سيف بن ذي يزن؟ فبقى هذه قوة تاريخ. وينك يا سيف بن ذي يزن؟ وينك يا ملك الحبشة؟ يروحون عند الملوك والرجاجين الكبار اللي يحط لهم قبب، يعني يحط لهم خيام نظيفة، ويودون إلى هدايا. الهدايا أدم، العرب استملك أدم يعني جلود، جلود جلود يودون جلود. هاي هم الأولى، هذه أشرافهم وكبارهم. ويوم جاء رسول الله خلى الملوك تجي تسجد. مقصودي هذا، مقصودي أبين لك الآن على أن الرسول يقول خيرة العرب. طلع بيت بالعرب مثل هاشم إلى اليوم، إلى يوم القيامة. طلع بيت بالعرب صار مثل بيت هاشم، بذل المال إلى البر والفاجر. غدات غد إن شاء الله شوف هذا الذي ولده هاشم شايف، بينما هاشم يكفي الحاج المؤونة، صار ألف، 4000، 10000 كلها تأكل. لكن يجيك الفرح يقول لك علي بن حسين السجاد مو الموسم بس، إن شان جدي بالموسم، أنا الموسم، أنا الزمان مو كله موسم عندي، الزمان كله موسم. هاشم بالموسم، علي بن حسين الزمان كله موسم، 8000 كل يوم على سماط علي بن حسين. ما غرضي هذا؟ لا، الغرض في قول النبي وخيرة العجم فارس. عجم يعني من أمريكا، من كذا، من من هاي كل هلبها شنو؟ لبها فارس. ليش يقول له خيرة فارس؟ فارس مجبولة على حب الخير، مجبولة على حب الحق، ك
كما جبل البيت الهاشمي على حم الحق. صح لنا مجبولين. اقرأ عني أحوال الشهداء، الشهيد الأول والشهيد الثاني. اقرأ أول أحوالهم كيف قتلوا، أول كيف قتلوا. اقرأ يقولها، يقول صاحب التاريخ، يقول جاء زمان على علماء في إيران وجدوا أن الطائفة أوشكت على أن تمحو اسم التشيع من على وجه الأرض. فالعلماء إذا لازموا التقية مثلا ماتوا، بعيش يوم، بعيش سنة، بعيش 100 سنة، لكن ملازمين التقية بقي العلم مكتوب. يقول فوجب عليهم أن يكشفوا قناع التقية وإن قتلوا. فألفوا المجلدات والمصنفات حتى أن الشهيد الثاني 75 مجلد، وهو الذي خلاه يقتل في قسطنطين. قتلوا بعد فراغه من زيارة العتبات وحج بيت الله الحرام عمي، وزودوه لك بقسطنطينية وصلبوا وقتلوا. ليش؟ قل لك احنا الآن نروح فداء إلى الحق. ليش ما نظهر الدين؟ لأننا إذا صحنا إذا انقتلنا، لكن إذا بثت العلم سمعته المسامع. لكن أنا قتلوني أو ظليت بالبيت قاعد وساكت حتى أموت ماكو فايدة. فذولا كلهم نقبوا، يعني نقبوا عن الحق وكشفوا القناع ومدوا الأعناق للقتل غير مبالين. من وين ذولا؟ أنت سامع حتى إلى يوم القيامة تشوفهم الآن. أول من تطوق بربقة ولاء آل بيت محمد وبقيت الربقة في أعناقهم إلى زمانك منهم إيران حزن له. والعرب سووا له، والعرب شالوا الربقة سلوا فكوها، فكوا الربقة من أعناقهم، وما حد عمي وما حد طوق بهذا الطوق الذي طوقه به رسول الله عن الله جل وعلا. وإلى الآن وإلى الآن العرب من ذاك اليوم إلى بواحد على علي وبني، وحتى الآن هي إلى بواحد إلا سر ما يسير. مناصرة الحق. كانوا يهاجرون رغبة في الإسلام، لا رغبة في العز ولا رغبة في طيب العيش. أترى الذي يعيش بإيران شلون يعيش بهالأرض القاسية؟ نحن يروحون يعيشون هناك طمعا في أي؟ طمعا في الدين. شوف يوطي نفسه على الإهانة، على الذل، على علاء. فلا زالوا يتهافتون إلى الحق غير مبالين حتى كثر عددهم، ولكن جلهم بل كلهم يميل لآل بيت محمد. ما بهم أحد لو يميل لآل بيت محمد. ما صاروا مثل العرب يقولون لا إله إلا الله وبعد الكل منافق منهم. فلهذا لما صارت خلافة الثاني أخذ حبلا طوله 5 أشبار وبعثه إلى العمال وقال انظروا أي رجل من الأعاجم تجاوز طول هذا الحبل فاقطعوا رأسه. وبعث إلى الجيوش أن لا تتركوا عجميا يساهم معكم في الحرب، بل دعوهم يقموا الطرقات أمام الجيش. ليش هذا؟ الجناية؟ جناية مو أوادم؟ مو بشر؟ مو الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لكن هل لفوا هالدوران على إيش؟ شوف أول شنو؟ أول فرق بالعصا. لفوا شوي شوي درجة درجة. أول فرق بين القرشي والعربي، وفرق بين العربي وبين العجمي، وبين الأسود وبين الأبيض. فرق يعني قام يعطي القرشي أكثر من العربي، قام يعطي العربي أكثر من العجمي، قام يعطي الأبيض أكثر من الأسود. ليش؟ حتى تصير أحزاب. يعني الطبقة مثل ما تقول طبقاتها، إذا صارت طبقات صار هناك التضارب. غير هلفوا هالدور على من؟ على الأعاجم. الأعاجم جريمة شنو؟ ليس فيهم أحد إلا وهو متوال بعلي وبنيه الذنب هذا، ولكن اعترض عليهم واعترض. قال ترى هذا يسوي بالإسلام ضجة،
اعترضوا عليه، قالوا له ما يصير الآن، الأعاجم هنا منتشرين علماء، وإلا راجي طبق الحكم على أن كل أعجمي، فلهذا تشوف العداوة للأعاجم موروثة. هناك خصمكم إذا موروثة أو لا موروثة للفاروق، ما يشتهي رائحة عجمي. ليش ما يشتهي رائحة عجمي؟ لأنهم يتهافتون على حب آل بيت محمد. قول النبي صلى الله عليه وآله: لو كان العلم في الثريا لتناوله رجال من فارس. الآن المذهب الشيعي القائم بمناصرته من احنا العرب في الخليج اليوم، لو تزا ينبط من الملايين، راوني اكو مجموعة ما التقوا يد المذهب من وين صار؟ الآن التقوية من وين؟ الملايين من وين؟ الآن فعلا عصبية، خليه عنك. الملايين من وين؟ ألوف الرجال الذي عندهم الملايين وتاركها ورايح إلى العراق، رايح يعيش 20 سنة و40 سنة في طلب العلم، لا طلب شيء ثاني. يقعد عنده قصر قصرين بطهران ويتونس، ليش ما يقعد؟ شو معنى يروح هناك قاعد عنه؟ الذي يشردون الذي يقتلون ظاهر علنا، ظاهر. الآن تقوم فتش الروح العتبات وشوف العتبات جلها علنا فقط، ما شوف العلماء من وين. لو شئنا الآن، لو شئنا هذا الخليج الآن نسوي مجموعة ملايين مثلا ونزج لنا 20 نفر، نزج نقدر لو ما نقدر، لكن ما عدنا إرادة، ما عدنا ميل كميلهم. فما تشوف عدنا الآن بالعرب، تشوف بالعرب عندك مثلا 100 200 300 نفر عمره 16 سنة على أعمامه، لا يروح إيران يعني، بس انت عايش في هالجو، جوهم أحسن من جوك، وادي أحسن من وادي، نعمته أحسن من عمتك غير. بس هذا أبو 16 سنة بالأعمامة ويتمشى وين؟ 100 200 300. راوي نحن عشنا شنو؟ عدنا بدل العمايم ولله الحمد، عدنا معارض نسوان لبسوها، وعدنا والله قبح، والله العظيم إذا تسافر مكان تروح أي إمارة من الإمارات، تروح إلى أي منطقة إلى أي محل، تروح وتجي البحرين مسلم، سافر شوي ساعة بس اترك عنك هالبلدان الخليعة مصر وما شاكل اتركها، لكن تمشى شوية، تمشى شوية وافتر، روح مسقط، مسقط ونواحيها، روح روح شوف، روح شوف إيمان شلون. وحدث بعض الإخوان بعض الملاك تو جاي يقول يعني مثل إيران هذه الأعمال تسمعنا احنا على بالنا أعمال، قال لا شيعة، يقول لكن عندهم فالتضلع في التشيع، يقول ذولا عندهم ميت بالحسين بعد ما كنا نقرأ أول حديث، يقول لا هذا العمدة، العمدة يسمونه شيخ، هذا شيخهم هو الذي يقرأ الحديث، يقول لكن أول ما يجي مرددي هذا سلاح منه، يقول كل كتاب عندهم موجود على الميل من الجمرات مع البن فايز عراقي، يقولوا هذا يضرب على صدر، يقول بلحيته والأولاد بلحيهم، يقول يا ملا بلغنا يقولون البحرين حسنون للحي، قال لا لا من الجنة انعم أحبعين قلتنا كلها، بس روح إلى أي بلد ها. ثم يقول ترى النساء في غاية الستر، في غاية الستر، في غاية العفاف، وتشوف أوادم أجلاء وأملاكهم، يقول كل واحد عنده قصور، يقول مو هذه القصور، وأقل ما يملك، وأقل ما يملك زراعتين، زراعتين زراعتين وقصر يكفي له، لا احنا والله لا عدنا زراعة وقصر، لا الحين حسنا وواصلين للسماوات، لا زراعة ولا دي صدقنا، لا شاهدنا على إيران، إيران ها. إيران تعرف على أن قسم وافر ماكو، لما تجي الآن طهران، طهران معنا طهران، هذه طهران فيها إيمان راضخ، فيها تقام جمعة وجلها شنو؟ قال حدائقي، حدائقي يعني مقلد شيخ يوسف، نعم طهران، طهران طهران فيها مولانا مئات الذين يملكون الملايين، الثروات هذه كلها في سبيل تقوية الحق،
احنا عندنا اوادم تملك الملايين، لكن هالملايين كلها في هدم الحق. فقول الرسول لو كان العلم في الثريا لتناوله، يعني لو يغير العلم يطلعوه يجيبوه، لازم يجيبوه يرضى. تشوفه يقضي الان الخوي هذا شلون متى بلغ درجه الاجتهاد حتى يقوموه اول اثنين ثلاثه، يقوموه اثنين ثلاثه، هذا افنى العمر كله، افنى العمر كله في طلب العلم، ليل ونهار متكدسين. ذولا فقراء طرار، ليش ما اتبعوا الشهوه؟ جبله هذه جبله، تربه هاي التربه طيبه، هذه التربه طيبه، وعلامه طيبها شنو؟ علامه طيبها الميل لآل بيت محمد. يعني يقول انتم الطيبون غير. فكلما ازداد ولاؤه لآل بيت محمد ازداد طيبه، وكلما كان الانسان تقيا كانت درجته اعلى وعند الله اقرب. ان اكرمكم الله جل وعلا يقول لا أرسال بينهم من جهة، من وجه، وجه الثاني بالنسبة إلى إيش؟ بالنسبة إلى قضية إيران شنو؟ أنا كان قال لك اللي عام ومخبرك على أن إيران ذولة ويانا أولاد عام غير بني عموما، بني عموما ذولة بني عموما، أكو واحد ما أدري يتورح متنور أو متدهور، يقول الحسين ما دور إلى مرة إلا عجمية. الحسين إمام لولا الإمام تقريبا بنقول يعمل بغير أمر الله حتى الزوجة محكمة الأمور لا دين. الآن إذا التاريخ ينطق التاريخ العريق على أن ناتور ونبيط أبناء أو أخوة ذن، لأنهم أخوة ناتور ونبيط ذولا إخوة، مثل لو هم تسمعها الفارس والفارس والفارس والفارس، أي هم متجاورين، هذا نزل هنا وهذا نزل هنا، هذا جابوا له تسعة أولاد، تسعة الأولاد يعني نبيط ماكو ناسور، جابوا له تسعة أولاد، تسعة الأولاد أول من راض الخيل واستعملها للحرب، يعني كانت الخيل وحشية، وأول من تألف إبراهيم الخليل وحشية، وحشية ما بالبر، وفعلا هي وحشية، لو ما تتألفها وحشية تعيش مع الأسود مع النمور مثل الطير الطير، عمي تشق مولانا تشق لها شنو؟ شق تراب تركب فوق الجبل تتقحم مولانا الأنهر، ما تبالي تسبح بالبحر، تسبح تسبح. وفي الحديث القدسي خلقتها تطير بغير أجنحة، وحشية، لكن أول من تألف إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، تألف مألوفة، لكن بعدها ما روضوها مألوفة، لكن روضوها مثل ما تقول شنو؟ ثيران، غير ثيران احنا عندنا مروضيها، لا نحن ما روضنا مثلا الثيران على الكرب، لكن بعض الثيران الذي بالأول البحرين يروضهم على الثدي يسجلوا لا، لكن الذي مروض ما تقدر. فأول من راض الخيل، أول من راضها للحرب ذولا الأولاد التسعة، تسعة أولاد، يعني علموها ومرنوها وصاروا رجال يمتطون ظهورها ويقاتلون، بحيث الرجال يقابل له ألف، الرجال الفارس يقابل له ألف شجاع. دولة قاموا يركمون تسعتهم، تسعة أولاد أخوة، ويمشون خيال يركمون خيل، والخيل بعد شيء جديد بالدنيا، واحد يركب حصان جديد، فلهذا مدحوا مدحوا مدحهم الشعراء، فقال قائلهم يفخر وبنا سمي الفوارس فرسانا ومنا مناجب الأقران. أولاد عم، أولاد عم، مثل الآن لو بيني وبينك الآن مثلا بيني وبينك نسب من قديم، أفلا يجب علي أن أجدد المصاهرة؟ الحسين سلام الله عليه المصاهرة هاي جاي يجددها، والصلة جاي يقويها، صلة قوية، أولاد عم ذولا أبناء عمومة. فالحسين وصل، لا يكون صير بعيد، وصل. ثم الحسين سلام الله عليه أعلم، ترى لو قلنا على ما على أنهم مو أبناء عمومة، لكن ما جزاء قوم يحبونك
ويتفانون في حبك لهم. ما جزاؤهم؟ ما جزاء من يتفانى في حبك لعلم الحسين أنهم يتفانون في حب البيت محمد؟ الآن إحنا نروح نزور والعرب يروحون يزورون. روح بالله شوف لك إذا جوا 20-30 نفر أو 100 نفر قبل لا يوصل الصحن يطيح بموت. شايفينهم لنا؟ شايف إحنا بالبقيع توصل أبدا نضحك والجداية. وهذا عمي بموت بموت يغمى عليه رجال بلحيه والله العظيم. وهذا مسكين هذا ويا أمه يقول بذن بذن يعني شو 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 يعني شوف لقبه اضرب روح وطاح. شنو هالإيمان؟ إيمان عن إيمان لبها من الجانبين لبها. يعني السلسلة العلوية سلسلة الإيمان من زي العابدين لبها من الجانبين. لب العجم كلهم فارس، لب العرب كلهم وين هاشم؟ هذا ابن الجوهرتين. تعال عاد شوف هالولد شلون، شوف هذا هالولد الجوهر شلون. يعني ما حدث التاريخ عن مثل علي بن حسين. فالاسلوب عندها اساليب خاصه. شاب تضم جوانحه وثبه وثوره، لكن ثوره بارده، ثوره هامه. ماكو ثورات من حجم العدو؟ شايف الثوره؟ هاي الثوره التي من تحت الى تحت مثل النار تشتغل. عند زي العابدين ثوره ولكنها صامته، ما تنطق تشتغل حجر، ما لها صوت، ماكينه شغاله لكن بلا صوت، مو مزعجه. الله يا ابن الحسين يمر بعض تفاصيلها. هذه الثوره اللي عند زي العابدين سلام الله عليه قام يطوي العالم ضي وقام يفتح به، اخذ يفتح به مو الحصون، اخذ يفتح به حصون القلوب. الحصون ماكو فيها بيه طايده لو هدمته، لكن لا القلوب يفتح حصون القلوب سلام الله عليه. كيف يفتحها سلام الله عليه؟ يفتحها بالهدوء، بالتواضع، بالاخلاق، بالانسجام، بالتكيف. شلون يتكيف مع كل احد؟ تصور التكيف شلون؟ يعني ينسجم ويا الناس، يعني ويا العالم كلها ويا الطبقات كلها. علي بن حسين منسجم ويا الصحابه، منسجم تابعين، منسجم ويا اولاد الموالي، منسجم اولاد الخلفاء، منسجم ويا ابناء الجماعه، منسجم. هنا عن زوجات النبي، زوجات النبي شلون؟ محارمة، منسجم. يفد رجل لمحته العيون بانسجامه مع الطبقات كلها، فما عاش رجل في زمان يرضي الطبقات كزي العاملين. اكو واحد يرضي الطبقات حتى الخليفة يرضى؟ الوالي راضي، الخليفة راضي، ابن العم راضي، الفقير راضي، الغني راضي. يدش على زيد بن أسلم وإذا به يئن، قال ما هذا الأنين؟ أخوف من الموت؟ قال لا يا ابن الحسين، لكن علي دين أثقل ظهري، أثقل ظهري. قالت 60,000 دينار. قال له يا علي يا ابن أسلم يضيق خلقك، ترى الهم الواجب يكفي يمرض، دين وما عندي عروض إلا هي عندي، لا عندي رأس مال، لا عندي شيء أبيعه. صحيح هذا مجرد يمرض يمرض، إذا اشتف عليك مثلا 1,000 دينار ولو أنت موجوع يروح الألم، لكن ما عندك إلا 1,000 دينار راح من عندك، ما بيك مرض لكن تمرض. قال له علي ابن أسلم الآن أقضيه، بعد لا غلط حاتي الآن قضاه، لكن الصحة هذا لو لا كان يعين الأشراف على شرفهم. يعني شلون؟ الآن مثلا لو صار شريف بالبلد، لكن هالشريف بالبلد راح يقضي على معنوية البلد، الصماط صماطه، هالاسم اسمه، هالبيت بيته، العطاء عطاء، مدري يخوص خوش فعل. لكن نوعا ما التفوق، التفوق ما يقبلوا من الناس. لكن زوج العابدين قال كان يعين الأشراف على شرفهم. يعني يا صاحب الشرف هلم وخذ لك ما تقوي به شرفك،
انت قاعدة تنطي القرابة، تنطي الحي، تنطي تنطي، تفضل هاي 100,000 دينار يا عمي، هاي 100,000 دينار استعن بها على شرفك. قامت الأشراف تتقوى، فتحوا المجالس، لما يطعمون الطعام على حساب علي بن حسين. يقول له صاحب الآلة وينحر في بيت الإمام سلام الله عليه، ينحر في بيت الإمام زين العابدين في كل يوم 50 شاة، وفي شهر رمضان كل يوم 150 شاة. واجد 150 شاة خرفان، 150 شاة تقوم بعلاج الطعام موالي ومولايات ومغلمان رجاجيل عمي يقومون به. وهاي البدور مصفوفه برا زين عبدي، ما يكون بيت البيوته برا مصفوفه البدور. واذا صار قرب المساء جاء سلام الله عليه وهو يعتمد على عصا، والخدام قدامه، يجي الخادم يكشف البدور قدامه، قاعة الشريف لازم يكشف على البدور، يكشف على اللحم شلونه. فإذا كشف له عن القدر شم رائحة المرق، مرق مع الخرفة للضيف والجوعان عاد، يقف معتمد ما يتبعد، اغرفوا لآل فلان، ودوا البيت فلان، هو واقف، شيلوا هو واقف، اغرفوا 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 إلى أن يغرفون. إذا كملت البيوت هاي كلها اغرفوا لآل فلان لآل فلان، إذا كملت قال شيلوا المطر، شيلوا الأخوين على سالوا بعدين قال يلا طرفوا مطعم كيفكم الان كلوا قسموا فعلوا طعام الطعام لتقوية الأصلاب، طعام الطعام. تدري انت ما لمن قوى صلب بلقمة، ما لمن قوم صلبا بلقمة، لأنك إذا قومت الصلب باللقمة وأصبح رهين إحسانك أخذ يخضع لأوامرك. فلهذا عمي أكو أوادم يبذلوها لكن بطريق غير طريق، أكو أوادم يحجبون مو محجبون، لكن لا يحجبوا على الفقير ولا على اليتيم. أكو واحد عنده حجب على اليتيم فيرفع مستواه ويضمه إلى نفسه ويلبسه ثوب العز، وأكو أوادم يحجبون على اليتيم لكن ينجسون ساحته ويجرحون ناموسه ويهتكون شرفه. ضيو حلو ينطيب ويلعب به لولا هذا حجب، لكن على غير طريق شرعي، بغير اسلوب رحماني، بغير طريق بشري، يعني اوادم مجرمين. واذا هو نجس هذا يتيم، بينما هو يتيم او منقطع مثلا ترفع مستواه، واذا هو دنسه. بينما هي جارية مثلا، بينما هي جارية مجبورة على الغنى، وإذا هذا لا يرفع مستواها يخليها عابدة، يخليها زاهدة، ينطيها رجال مؤمن، ينطيه منخ. بينما هي بنية بتأوادم من زمان وطهل فليسات خلوها راقوفة. هكذا الإيمان زي العابدين. شوف اقرأ، مو أنا من لسانها، اقرأ وشوف كم مغنية قلبها زي العابدين صوامة قوامة. أحد الشخصيات اللي بهم نفوذ وبالمال يقلبون بالمال، اقبل مال اللسان، المال عمي، تريد عابد يصير، تريد راقوس يصير. هكذا زي العابدين، هاي الثورة اللي سار بها على الباطل ودمر الباطل، خلى الباطل ما يشيل راسه هو أبدا، هو الله أكبر، ما تغير عن عبادته. وين زي العابدين؟ قال هو هناك، يجي ضحوة النهار مسجد النبوي، يتصل بالحلقات، وبعدين وين؟ قال عبادته بعد، عباده طيله الليل بهالخيمه برا، بهالبيوت التي طربت لهم سلام الله عليه. حتى قيل لخادم صف لنا زهده، قال ما فرشت له فراشا بالليل ولا قدمت له طعاما بالنهار. يعني بالليل ما ينام وبالنهار صائم، ما قدمت له طعاما بالنهار ولا فرشت له فراشا بالليل. وهالفطور اللي جيبه، قال ولا يفطر الا بعد ان ياكل الناس.
متى أكلوا الغيوم، متى أهلت ماطر، متى قسموا، متى بيفرق، وجاك فارغ من العبادة وذاب الجراب ذيك الساعة، ذيك الساعة الله أكبر نصف الليل. وإذا هو عند منتصف الليل إجاو قدم له الخادم الفطور، من الفطور اللي قدمه له؟ خذ الشعير من الجريد. إذا قدم إليه قال له كل مولاي يا نظرة وعينه مولانا كثير دموع عمي مو شوية مصارع الأحبار قدام عيونه ذولا مصارعين كبار وصغار وأطفال وشباب كلهم قدام عيونه مجزرين عمي مو شوية أنا مثلا أشوف إلي أخو مدموع قدامي لا عمري روح روح نعمل شوية هي كل كيف اكل؟ يعني كنت قلت لابن رسول الله جاي والله مصيبه ابويا انقتل جوعان صوح انت حسين يقول مات ابويا جوعان طلع من الدنيا عطشان تحكي انت شراب هاي شراب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا يقل له ميهون ابو حمزه ميهون تعديدك ولا مجاذب ونينك لازم ناصر مصابح فين كل اقبال عينك كثر الهضم قاسيت له الله يعينك ما شفنا مات من كثر البجاعة قال يا ابو حمزة ما هو ناحي للإفراح العالم الكاسات الفنانة قال نكت الراس وقوف عما تجلس يا ابا حمزه ما هاجت احزاني لجال ذبح الصناديق ما قصروا في الغار يا زلزل الليل لكت الراس دخول ساجد الجسم اللي على المسناد ذاك الشباب اللي صباح العرين منكم ولا شفت الأكبر ما ما خلت الناس خلت الله أنا بعيني نظرت حسيا إذا الطفية من حبه ومر باب لكن مصيبة حسين الذي حتى تركاد بس وقع عن مهره الهضم والضجاج بعيني نظرت الحين احراج للزواج حتى وكريمه وخاف قبل اليوم لا أعرف البكاء صلي على محمد وآل محمد.
ارحمنا بهم وثبتنا على ولايتهم وانصرنا على اعدائهم يا كريم. اللهم جماعتنا الحاضرين والمسببين في انفسهم.